السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أميرة المراكشية. اليوم نحضروا ميني بغرير بالمقلات العجيبة، سبع أوجه. كيجي هذا البغرير رائع وخفيف وسهل التحضير، كيجي كمية وفيرة. نحضروه دغيا في الكوتي أو الفطور، كيجي هائل وناجح 100%. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. ما تنساو الناس اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، خرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه للمقادير كيف ما كتلاحظوا، بالنسبه لهذه المقادير راه سهله وبسيطه. انا هنا كوب ديال السميده رقيقه ديال الحلويات على هذا الشكل. هذا الكوب كيعبر لنا 120 غرام. انا هنايا كوب اخر عبرت فيه تقريبا، بيت نحصل على نص كوب. هنا عندنا 40 غرام ديال السميده، كنكملوا بمعلقه كبيره فيها 20 غرام، هي كوب ونص على هذا الشكل. انتم كتلاحظوا دابا عندنا تقريبا كوب ونص السميده، واللي بغى يدير كله السميده يكمل بالسميده. هي بالنسبه ليا كملت في هاد الدقيق رطب معلقه كبيره ما توازي تقريبا 20 غرام. انا خميره وحده ديال الحلويات 7 غرام، معلقه صغيره عامره ديال خميره ديال الخبز، شويه ديال الملحه، ربع معلقه، معلقه صغيره ديال السكر ما عمرهاش بزاف، شويه اللي بغى يستغنى عليها يستغنى على حسب الذوق. بسم الله. كناخذوا هذا الخلاط الكهربائي، كناخذوا الماء لما يكون دافئ، هو ما كيكونش بارد ما تيكونش سخونش بزاف، لان هذا هو سر النجاح تاع هاد البغرير. كنعبروا بسم الله، كنعبروا تقريبا جوج كيسان عامرين على هاد الشكل. انا جوج كيسان عامرين ما يعني تقريبا 400 مليلتر. انا السميده كنديروا الخميره ديال الخبز، كنضيفوا الخليط بين دقيق الفرن والسميده، شويه السكر هذا اختياري، الملح بالنسبه لهذه حتى تنضربوا تقريبا 3 دقائق و 4 دقائق عاد نضيفوها نعاودوا نطربوا. بسم الله. بسم الله. بعد ما طحنا الخليط الان كنصبوا الخميره ديال الحلويات 7 غرام، كنمزجو مزيان، كذلك كنعاودو نطحنو كذلك مزيان. بعد ما طحنا المزيج كنوضعو في الجبانيه. هانتوما تشوفو الخليط كي تيكون، ما تيكونش ثقيل ما تيكونش خفيف بزاف، تيكون على هذا الشكل. الان مرة باش نطيبو، تنتركو تقريبا 4 دقائق ومن بعد كنمرو نطيبو. بسم الله. كناخدو مقلات، هاد المقلات بزاف مشاركات طلبوها ليا، 7 الوجوه. الان غادي نحط لكم بها هاد البغرير، راه كيجي رائع. بالنسبه ما كتسخنش المقلات بزاف، وكنقصوا النار حتى تنعمروا عليها تنجهدوا لها العافيه. بسم الله. نحاولوا نسرعوا في العمليه. باش كيجينا تقبلنا كاملو حتى نعمروا البغيه كنجهدوا على العافيه. هانتوما كي كتلاحظوا لابد كنجهدوا على العافيه. وبالنسبه لهاد المقلات واحد النقطه مهمه، باننا ما كنبردوهاش، ماشي بحال المقلات الاخرى طفل، واللي ما نطفاش عنده هذه المقله يدير طفل كذلك. نفس المقادير كيجيو سهل وبسط غير كنحضروا. ها انتم كي كتلاحظوا ها هي هما كيتقبوا حتى تيصبحوا كالشهده. بالنسبه للكانون كيكون حتى هو عامر على المقلات باش كل الكل كيتقب لينا وكتاخذ العافيه حجم تاع المقلات. ها انتم كي كتلاحظوا هذه راه تهبط، شتي كي كتجي مسفجه كتجي كيشهد. ها هي الشكل ديالها، وبمجرد ما تطيب كنلاحظ بانه طيب راه كنقصوا عليه النار كنخليوهاش مجهده. نعاودوا العمليه مره اخرى، كنديروا كنحاولوا نسرعوا بشكل هكذا على شكل هذه، كنقسموا كنبقاو مستمرين حتى تنكملو الكل. بمجرد ما نعمرو هادو كنزيدو
كنزيدو بالعافيه وغنتيكم تطيبوا لنا. هانتوما الشكل كي تيجي مزال، ما نحتاجو لا نحركوهم لا اي شيء، كنتركم تطيبوا لنا، راه كيجيو غزالين هي زعمو. كنتمنى الكل يزعم ويصايبو، كيجيو تبارك الله كثار. الكميه كتلاحظوا الشكل قليل ولكن الكميه كيجيو كثار، المقادير قلال والكميه كتجي كثيره. الشكل النهائي ديال البغيرات ديالنا كيجيو على هذا الشكل، هانتوما كتلاحظوا كيجيو خفاف ودايرين كي الشهده. الشكل ديالهم كيجي غزال ورائع وسهل التحضير. بالنسبه لهاد المقادير يمكن اي واحد يضاعفهم، ها كيجيو تبارك الله كيعطيونا 22 حبه، اللي بغى اكثر يضاعف المقادير. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، هي جربوهم وبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.